قد يسألك سائل بركي إنسانك بوتا برسكي ببرسك يقول هل أنت مسلم؟ بيجي تقول مسلماني تقول نعم أنا مسلم تبيجي أنا لازم مسلمان يقول لك ما هو الإسلام؟ يترى بيجي إسلاميات شيئا الإسلام هو أن تسلم لله تفرد الله سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاثة إسلاميات أوكي تربي على مرة توحيدي فا سي قسم توحيدك ما برا قوتن وان توحيده فا تخربي على مرة تسليمك والانقياد له بالطاعة المسلم لابد أن يطيع الله سبحانه وتعالى ولا يعصي فإتعاط ربي على مرة ربي على مرة تشتر الشنجات ويرى ربي على مرة إتعاط يعني يأتي وقت الصلاة يصلي وقت ميجي هات قرياري ميشكي وكذلك المسلم لابد أن يتميز عن اليهود والنصارى وعن كل كافر سوى جي قريب مسلمان هر كافري فرق لها يعني فرق ويها باش كافره